اهلا بحضراتكم مشاهدينا برنامج العياده. النهارده مع حضراتكم هنفتح ملف من اهم الملفات اللي بتهم كل بنت وكل سيده، مش بس في مصر، في الوطن العربي بل والعالم. النهارده هنفتح مع حضراتكم ملف تاخر الانجاب عند السيدات. الملف ده فيه العديد من المشاكل، المشاكل اللي بتواجه السيدات في كل مكان، لكن ايضا النهارده هنفتح معاكم التطور العلمي الكبير في هذا الملف. معانا النهارده منورنا في العياده الاستاذ الدكتور حسام الشنوفي، استاذ امراض النساء والتوليد جامعه القاهره القصر العيني، وزميل الكليه الملكيه البريطانيه لاطباء التوليد وامراض النساء، وايضا استشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز سان رايز للخصوبه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. منورنا. ربنا يخليك. في الحقيقه لو عددنا يا دكتور كم المشاكل اللي بتواجه السيدات اللي طبعا بتكون سبب في تاخر الانجاب لا حصر لها، سواء العادات السيئه اللي بنتبعها او بنتوارثها من ناس عندها تجارب، او حتى طبعا المشاكل الصحيه. عايزه ابدا مع حضرتك كده اسباب كده ممكن نقول عريضه لتاخر الانجاب. بنقسمها الى اسباب مع الزوج او اسباب في الزوجه. اسباب الزوج طبعا هي ضعف في النطفه او مشكله في الحيوانات المنويه، مش تخصصنا النهارده. تمام. بالنسبه للزوجه بنقسمها يا اما مشاكل في التبويض، يا اما انسداد في الانابيب، يا اما مشاكل في تجويف الرحم، يا اما مشكله في عنق الرحم. تمام. طيب خلينا نفتح مع حضرتك النهارده مشاكل التبويض، واللي في الحقيقه في الحته دي بالتحديد اتطور العلم جدا جدا، ومبقتش تقريبا المشاكل اللي بتواجه التبويض صعب حلها. البدايه بقى مشكله التبويض، ايه اللي ممكن حضراتكم تقدروا تحلوها وايه اللي بتتاخد خطوات منها؟ هو احب بس انوه ان ساعات كتير بيبقى في الحقيقه مفيش مشكله واضحه لينا، اللي هو بنسميه unexplained infertility او تاخر الحمل لاسباب غير معروفه، يعني كل التحاليل والفحوصات كويسه. تمام. بس في تاخر حمل، وده على فكره معظم حالات تاخر الحمل. بالنسبه لحالات تاخر التبويض برضو بتتقسم لحاجتين، يا اما مشكله في التبويض لان المبيض ما فيهوش مخزون من البويضات، يا اما في مخزون بس المبيض مش عارف يوصل البويضات لمرحله النضوج. المبيض مش بيصنع بويضات جديدة على عكس الراجل. الست مولودة بمخزون من البويضات. المخزون دوت بيتناقص مع الوقت، وكل واحدة هيبقى ليها عمر معين احنا ما نعرفوش، بيبدأ يقل العدد، ومع نقصان العدد بيبقى فيه نقص كمان في الجودة. ده تقريبا من سن قد ايه؟ اللي هو في المنطقة العربية ومصر بتبقى حوالين 50 سنة. تمام. لو في مشكلة في مخزون المبيض من البيضات بيبقى اللي متاح لينا نعمله قليل، مش كتير في الحقيقة، لأن ما نقدرش نصنع بيضات جديدة. إنما التقدم كله والفايدة كلها في الحالات اللي عندها مخزون كويس بس المبيض مش عارف يوصلهم لمرحلة النضوج. طب هل في أسباب معينة إن المبيض ما بيتعاملش زي الحاجات الطبيعية أو زي الناس الطبيعية؟ في أسباب محددة للموضوع ده؟ أشهر الأسباب هي تكيسات، متلازمة أعراض تكيسات المبايض. وهنا دايما لما بنقول تكيسات المبايض الستات بيبقى فاكرة إن ده معناه إن في ده مرض عضوي، يعني فاكرة إن في أكياس طالعة على المبيض. هو مش مرض عضوي، هو مرض وظيفي. إن المبيض مش عارف يوصل البويضة لمرحلة النضوج، البويضة بتوصل لمرحلة معينة وتقف عندها. فالبويضات الصغيرة دي تتكون في المبيض، لما نعمل سونار نشوفهم متجمعين كده، فبندي اسم تشبيه اللي هو تكيسات المبايض. لما هو مش مرض عضوي، يعني حضرتك تقصد ان هو سهل حله، يعني مع الوقت ومع اتباع النظام المحدد مع الطبيب سهل حل المشكله دي. له حل. تمام. له حل. تمام، كويس جدا. طيب اروح مع حضرتك النهارده للحقن المجهري. مين اللي ينفع مع حقن المجهري؟ وببساطه شديده كده نقول للناس يعني ايه حقن مجهري. حقن مجهري ده معناه ان احنا وصلنا لمرحله بنقول للست ديت ان في حدود علمنا مش هينفع يحصل حمل بالطريقه الطبيعيه. وبقول في حدود علمنا لان مفيش حاجه 100%. تمام. بس احنا كاطباء ده اللي احنا نقدر نقوله دلوقتي، ان مفيش فرصه للحمل بطريقه طبيعيه. فاحنا محتاجين ناخد بويضات ناضجه من عندك ونحقن فيها حيوان منوي تحت المجهر، يحصل التخصيب، عشان كده بنسميه حقن مجهري. ولما الجنين دوت يبقى يوصل لمرحلة متطورة أو مرحلة معينة يعني من
من الارتقاء بنرجعه تاني في تجويف الرحم ونأمل ان يحصل حمل. كويس جدا. الاستعداد علشان السيدة تبدأ في خطوات الحقن المجهري، حضراتكم بتستعدوا بيها ازاي؟ دي بتبقى بروتوكولات معينة، معظم السيدات بيبقوا فاكرين انها عملية بتتحدد الميعاد في يوم ما بنقابلها، لا هو برنامج بيبقى على مدار فترة زمنية معينة. تمام. الغرض منه تنشيط المبيضين علشان نجيب عدد مناسب من البويضات، لا نقدر نجيب عدد كبير قوي، وفي نفس الوقت اكيد لو عدد قليل يبقى ما عندناش احسن فرصة للنجاح. فالبرنامج دوت بيتم على فترة زمنية زي ما قلنا، بيحتاج وبيتطلب متابعة، المتابعة دي بتبقى زيارات بالسونار وساعات بتبقى تحاليل معينة لحد ما نوصل للبيضات بالحجم المناسب. كويس. نبدأ نحدد ميعاد العملية الأولانية اللي هي سحب البيضات. هي مش عملية بالمعنى المفهوم، مش فتح بطن، هي بتتم عن طريق السونار المهبلي أو النسائي، بس بندخل إبر نوصل بيها للمبيضين نشفط البيضات دي. فطبعا دي عملية مؤلمة فبتحتاج بنج خفيف. دي العملية الأولانية. ناخد بقى البيضات زي ما قلنا وده بيتم في المعمل، ويتم الحقن المجهري، والأجنة بتتخصب بتبقى في حضانات معينة ومتخصصة، وبعدين العملية اللي بعدها هي نقل الأجنة داخل الرحم. كويس جدا. في استعداد بعقاقير معينة وبنظام معين قبل عملية الحقن المجهري وأثناء وبعد، نبدأ مع حضرتك كده يعني الطريقة بتمشي ازاي؟ في العقاقير الأساسية اللي هي حقن. العقاقير ديت نوعين، النوع الأول اللي هو تنشيط التبويض، ودي بتبقى حقن غالبا عضل. اوكي. دي بتنشط المبيضين علشان نطلع بويضات، ولكن مش زي تنشيط التبويض العادي اللي بيتم مع العلاقة الزوجية، احنا عايزين نجيب عدد أكبر. عشان في احتمالية ان مثلا علشان احنا عندنا عايزين نجيب عدد اجنة اكتر عشان نزود لنفسنا فرص النجاح. كويس جدا. دي كانت البداية خالص. بعدين اصطدمنا بمشكلة ان البويضات دي ممكن تخرج تلقائيا لوحدها قبل ما نلحق احنا نجمعها. تخرج منين؟ تخرج من المبيض. هو في الفسيولوجيا الطبيعية البويضة بتتكون في المبيض. أيوة. لما توصل للنضوج هي بتتكون داخل حويصلة أو كيس صغير. تمام. الكيس دوت ينفجر عشان تلتقطها الأنبوبة. أيوة تمام. وده ممكن يحصل في أي وقت. فكانت في البداية دي مشكلة، يعني ممكن فجأة نلاقي نفسنا مضطرين إن إحنا ننزل الساعة 2 بالليل نلحق نسحب البويضات دي، أو ممكن ندخل نلاقيها خلاص خرجت مش قادرين نجمعها. طب وهل السيدة بتبقى يعني عندها بعض الحاجات اللي بتبين ده؟ يعني كان الكلام ده زمان، ده اول ما بدا موضوع الحقن خالص. تمام. فظهرت حاجه، فكان في احتماليه ان مثلا ما يلحقوش ده فتضيع الموضوع منه. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده، لان احنا دلوقتي بقينا عندنا نوع تاني من الحقن بتسكت غده معينه في المخ، الهايبوثالاموس او التحت السريريه، الغده التحت السريريه دي عامله زي المايسترو، هي دي اللي بتتحكم في دورة الهرمونات عند الست اللي مسؤولة عن التبويض وخروج البويضة والحاجات دي كلها. فبندي بقى حقن علشان تسكتها خالص. يبقى المبيضين دول تحت سيطرتنا بتعبير مجازي، بحيث ان احنا عارفين البويضات مش هيطلعوا غير لما احنا ندي نوع من الحقن يدي إشارة للبويضات انها يكتمل النضوج بتاعتها، ونسحب البويضات ديت في فترة زمنية معينة بعد الحقن، اللي احنا بنسميها او مش احنا يعني اطباء متخصصين، لا قصدي الناس تعرفها باسم الحقن التفجيرية. الحقن التفجيرية. دي بتتاخد يعني كورس محدد على حسب كل حالة في توقيت بقى معين. دي من ضمن الكورس. يبقى اول نوع من الحقن حقن تنشيط التبويض اتكلمنا عنه. أوكي. اتكلمنا على الحقن اللي بتسكت الغدة التحت السريرية او الهايبوثالاموس، ودي بتبقى حقن تحت الجلد. والنوع الثالث الحقنة اللي هي الحقنة التفجيرية اللي بنحدد بقى ميعاد العملية على أساسها، أو العكس بنقول عملية تبقى كذا يبقى بالتالي هناخد الحقنة يوم كذا. طيب أثناء بقى العملية والقصة دي اللي أوقات بتبقى السيدات بتبقى خايفة أو بتتناقل الخبرة من واحدة للأخرى، وطبعا كل حالة بتختلف، يعني مفيش حالة شبه التانية أبدا. الفترة الإعداد دي بقى يا دكتور، يعني بعد الحقنة وبعد كده داخلين العملية والتهيئة لكل التفاصيل دي،
بتمشوها ازاي الخطوات؟ في انواع مختلفه من البروتوكولات. في بروتوكول بيبقى بياخد مده زمنيه اطول شويه، 4 اسابيع. في بروتوكول ممكن ياخد مده زمنيه اقل، 3 اسابيع. اختيار البروتوكول حسب حسب الكاركترز او حسب حاله الحاله ديت، السن، المخزون المبيض من البيضات، عندها تكيسات على المبيض ولا لا. كل مركز كمان بيبقى له خبرة الداخلية بتاعته. يعني بمعنى ايه؟ علميا نسبة النجاح ما بين البروتوكولات المختلفة قريبة من بعض، ما فيش بروتوكول اكيد نسبة نجاحه اعلى بكتير من التاني. اللي بيفرق ايه؟ اللي بيفرق ظروف الست اللي بتمر بالتجربة وخبرة المركز ده، وممكن عنصر ثالث اللي هو توافر الأدوية المعينة. البروتوكول ده زي ما قلت لازم يبقى فيه متابعة، بيبقى فيه تغييرات بسيطة ممكن تحصل من زيارة إلى أخرى في جرعات الأدوية. دي الأدوية الأساسية كويس. ولكن ممكن بقى يبقى فيه أدوية مساعدة ليها غير الحقن، أدوية مساعدة ليها برضو بتتغير من حالة ست للتانية. أكيد طبعا. طيب دلوقتي عملنا تقريبا العملية أو جهزنا للعملية، المتابعة بعد العملية علشان نعرف إن الحمل مثلا خلاص ثبت في مكانه وبدأت البروسيس بقى الطبيعية تمشي، المتابعة برضو في الجزء ده بالتحديد علشان تكمل الصورة زي ما السيدة قامت يعني بالموضوع على أكمل وجه. بعد نقل الأجنة، وبالمناسبة نقل الأجنة بيتم يا إما بعد 3 أيام من سحب البيضات يا إما 5 أيام. على أساس إيه؟ على أساس عدد البيضات وجودة الأجنة اللي موجودة. كويس. عدد الأجنة وجودتها اللي موجودة. طبعا كل ما المركز بيتقدم أكتر وكل ما الظروف تكون أحسن بنبقى دايما بنأمل إن إحنا ننقل عند اليوم الخامس علشان نسب النجاح أعلى، لأن الجنين اللي وصل اليوم الخامس هو حالته أحسن، في احتمالية إنه يكمل بالظبط، يعني عدى من مصفة طبيعية اللي هي ما بين اليوم الثالث لليوم الخامس، فبالتالي نقدر ننقي أنواع أجنة أفضل. أوكي. حلو. فطبعا لما بيتحسن المعمل وبتتحسن نوعية الحضانات بيبقى معظم الحالات نقل اليوم الخامس. كويس جدا. هل في أسباب ممكن تكون مثلا سبب إنها ممكن تعمل أي مشكلة؟ بنلاقي أو بنسمع كده بعض الأخطاء الشائعة اللي بتؤدي إلى إن هم يعيدوا الحقن مرة تانية أو يعملوا يحلوا مشاكل مرة تانية. هل في أسباب ممكن تكون من ناحية مثلا السيدة بتعملها ممكن تكون خاطئة؟ أكتر حاجة بنقابلها دايما المفاهيم الخاطئة اللي بتكون عندها. او طبعا بقى في انترنت والناس بتقرا بس مشكله. صحيح. وده مش غلط. ولكن المشكله لازم نبقى اللي بيقرا ده يبقى عارف ان هو اكيد مش معنى انه قرا يبقى هو بقى ملم بالموضوع. فدايما بتلاقي ان هم مركزين اكتر، الزوجين مركزين اكتر مع المعلومات اللي عندهم وبيلخمهم عن التركيز في الطلبات او الارشادات اللي قدامهم، فتلاقي بقى اخطاء في مواعيد اخذ الادويه. هو ده الالتزام بشكل عام يعني. بالظبط. ممكن يعني يخلي العمليه تتعاد تاني لو ما مشيناش زي ما الدكتور، لان العمليه حساسه جدا، دقيقة جدا ودقيقه قوي بالمواعيد وبالمتابعات. طيب بيقال ان في ممكن تكون بعض السلبيات للمنشطات دي، هل الموضوع ده صحيح ولا لا؟ كويس حضرتك سالت السؤال ده، لان برضو دي من الحاجات اللي بتبقى مفاهيم خاطئه او موجوده جدا. هو احنا عايزين نتفق على حاجة، ان هو مفيش اي دكتور في الدنيا هيكتب اي علاج فيه ضرر، يعني هو في حل ان هو يعمل حاجة زي كده. أكيد. فهو بدل دكتور كتب دواء بداية الكلام خاصة ما تبقى حاجة عالمية فهو مفيهوش ضرر. الحقن ديت المفعول بتاعها وقتي، يعني ما هواش حاجة دائمة. دي النقطة التانية. تمام. الحاجة التالتة ان الضرر الوحيد من أدوية تنشيط التبويض ومن الحقن دي إن لو الجرعة أدت إلى حاجة اسمها التنشيط الزائد أو فرط التنشيط، يعني عدد البويضات يبقى كتير بتعمل قصة كده معينة، دي اللي ممكن يكون فيها خطر. ودي من المهام الأساسية لاستشاري أطفال أنابيب والحقن المجهري إن هو عارف ضبط الجرعة دي. المشكلة فرط التنشيط في منها النوع الطفيف او المتوسط او الجامد. الطفيف ده ممكن يحصل في 30% من الحالات.
دي 30%، حتى بالرغم من ان كل شيء صح ممكن يحصل للطفيف، وده بيعدي بسهوله. مهمه الطبيب ان هو يتلافى النوع المتوسط او النوع الشديد. نشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور حسام الشنوفي، استاذ امراض النساء والتوليد جامعه القاهره القصر العيني، وزميل الكليه الملكيه البريطانيه لاطباء التوليد وامراض النساء، واستشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز سان رايز للخصوبه. شكرا جزيلا يا دكتور. كل الشكر حضراتكم مشاهدين على المتابعة للعيادة، دايما معاكم بكل جديد إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي العيادة على قناة الحياة في كل مكان، والفقرات دايما المخصصة لأمراض الذكورة اللي هنتكلم النهاردة فيها عن دوالي الخصية اللي بتعتبر من أمراض الذكورة اللي بتعترض بعض الرجال، وبتعتبر من أحد أهم معوقات الإنجاب في بعض الحالات، ونحط خط تحت بعض الحالات لأنه ليس في كلها، وهنعرف إزاي وليه. ليه بقى؟ لأنه هي بتأثر على الحيوانات المنوية، على حركتها، على قوتها، على حتى طبيعتها، وربما بتشوهها وبتعوق حركتها في كثير من الأحوال. هنقرب أكتر من دوالي الخصية، هنعرف إمتى نزور الطبيب وإمتى تكون أحد أهم معوقات الإنجاب، مع الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، وكمان زميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بإنجلترا، ومدرس بكلية الطب جامعة طنطا. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، زي حضرتك. دوالي الخصية لو هنقرب منها أكتر، بداية هل المريض اللي بيبقى جاي لحضرتك بيبقى عارف إن هو عنده ده المرض ده؟ بداية مبسوط جدا مع حضرتك النهاردة، وإن إحنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومنتشر جدا، وموضوع دوالي الخصيتين وعلاقتها بتأخر الإنجاب. بالظبط. المريض ما بيبقاش عارف إن هو عنده دوالي خصية، هو عنده تأخر إنجاب وجاي يدور على السبب. صحيح. فهو أحد الأسباب المشهورة جدا وأكثر الأسباب انتشارا اللي بتسبب تأخر إنجاب. قبل ما نتكلم عن قصة الانتشار وقصة الأسباب، خلينا نقول تعريف دوالي الخصية الأول. في ناس تعرفش يعني دوالي. كلمة دوالي معناها أوردة بايظة ومتمددة موجودة في أي حتة في الجسم. يعني ممكن الدوالي البايظة دي ممكن تكون في المريء، في حاجة اسمها دوالي مريء. صحيح. في حاجة اسمها دوالي ساقين، ممكن الدوالي البايظة دي تكون في رجل الإنسان فنسميها دوالي ساقين. ممكن الأوردة البايظة دي تكون حوالين الخصية فبنسميها دوالي خصية. فأي عروق أو دوالي أو أوردة مش مظبوطة أو باثولوجيكال، يعني مش صحية، بيبقى اسمها دوالي. دوالي خصية أهميتها إن هي بتأثر سلبا على وظيفة الخصية. تمام؟ نسبتها ودرجة انتشارها كبيرة قوي، بتمثل حوالي 40% من أسباب تأخر الإنجاب الأولي. تأخر إنجاب أولي يعني ما خلفناش قبل كده خالص وفي مشكلة في الطفل الأول. بتمثل حوالي 80% من أسباب تأخر الإنجاب الثانوي. تأخر إنجاب ثانوي يعني خلفنا قبل كده مرة وفي مشكلة في الطفل الثاني أو الثالث. طبعا 40% ده نسبة كبيرة قوي، 80% في التأخر الثانوي دي نسبة كبيرة جدا جدا. ميزتها إن هي correctable cause. correctable cause يعني سبب يمكن علاجه. في بعض أسباب تأخر الإنجاب يعني صعب علاجها، زي الأسباب الجينية، واحد عنده خلل جيني مخلي عنده انعدام في الحيوانات المنوية، عنده مشكلة في الحركة. جيني يعني وراثي ولا حاجة وراثية؟ خلقة ربنا، حاجة جينية في الجينات بتاعته، دي صعب إن هي تتعالج. إنما لو يبقى عندي سبب يمكن علاجه بسهولة، ده بيخلي السبب ده قيم جدا، لأن لما عالجه أموري بتتحسن ويبقى عندي فرص حلوة جدا جدا في الإنجاب، سواء إنجاب طبيعي أو بوسائل مساعدة. عظيم. طيب احنا هل ممكن نعرف اسبابها يا دكتور؟ يعني مش عارفه، هل الاوليه اللي هي موروثه، طب الثانويه هل ليها اسباب؟ سبب الدوالي المباشر ضعف في جدار الاوعيه الدمويه. يعني هو الانسان مولود عنده الاوعيه الدمويه الجدار بتاعها ضعيف، ده السبب المباشر. السبب اللي بيخليها تكبر وتزيد وتظهر بدري، الوقفه الكتير او المشي الكتير، بيبدا بقى الدم يعني يركض في الأوردة دي وتبدأ تتمدد. يعني هي مشهورة شوية في وظائف معينة، مثلا حد بيقف كتير شغال في الجيش، ضابط أو عسكري، في الجراحين مشهورة جدا، في الحلاقين مثلا مشهورة جدا. الوقفة الكتير بتخلي الوريد اللي هو الباثولوجيكال ده يبدأ يتمدد ويبدأ الدم الفاسد يركض فيه ويبدأ يأذي الخصية. في ناس كتير بتسأل هي
بتضر الخصية فعلا، هل هي فعلا بتؤدي إلى تأخر إنجاب، والكلام ده بيحصل إزاي. طبعا في دراسات كتيرة جدا اتعملت، والدراسات ديت مع تراكم الدراسات ديت يعني تم إثبات بما لا يدع مجالا للشك إن الدوالي بتؤدي إلى تأخر الإنجاب. وفي فرضيات كتيرة اتحطت إزاي هي بتؤدي إلى تأخر الإنجاب. يمكن أشهر الفرضيات دي إن هي بترفع درجة حرارة الخصية. الدم لما يقعد متراكم، الدم الفاسد ده لما يقعد متراكم لمدة طويلة حوالين الخصية بيرفع درجة حرارتها. وربنا سبحانه وتعالى خلق الخصية بره تجويف البطن عشان تبقى درجة حرارتها نص درجة أقل من درجة حرارة الجسم، فيبدأ تصنيع الحيوانات المنوية يشتغل. لما يبقى في دوالي درجة الحرارة بتعلى وتصنيع الحيوانات المنوية بيتأثر. دي فرضية من الفرضيات. الفرضية التانية تراكم الدم الفاسد. الدوالي دي الدم بيركض فيها ما بيرجعش في اتجاه القلب، وبالتالي السموم اللي موجودة في الدوالي بتبدأ تأذي الخصية. الفرضية التالتة ان هي تضغط ميكانيكيا على الخصية وممكن تؤدي الى ضمور في حجم الخصية. الفرضية الرابعة ان يحصل خلل في جهاز المناعة بسبب الدوالي، فتتكون اجسام مضادة تضرب الخصية وتضرب الحيوانات المنوية. الشاهد ان في فرضيات كتير بتؤدي في نهاية المطاف ان الدوالي بتؤدي الى تأخر الانجاب بما لا يدع مجالا للشك. ولكن في بعض الحالات هي لا تؤدي لانها تبقى معوق للانجاب. امتى بقى الحالات ديت، وهل هي بتكتشف ولا؟ ده سؤال مهم قوي. مش كل حد عنده دوالي يبقى لازم تتعمل بالزبط. ومش كل حد عنده دوالي يبقى بتاثر عليه. في مرضى كتير عندهم دوالي ومتجوز ومخلف وما عندوش اشكاليه، مش ممكن يكون ما يعرفش صح، هو ممكن ما يعرفش طبعا. في البرزنتيشن بتاع الدوالي حاجه، او المريض بيجي ازاي، بيجي بحاجة من اتنين يعني حاجتين كبار. الحاجة الأولانية يبقى تأخر إنجاب، أنا عندي تأخر إنجاب، المختص يكشف عليا يلاقي فيه دوالي، يبقى الدوالي دي مأثرة عليا. ده رقم واحد. رقم اتنين الألم. في بعض الناس بيجي عندها وجع في الخصية شديد ومستمر ومأثر على حياته، يقول يا دكتور مش عارف أروح الشغل، أنا مش عارف أمشي في شارع، أنا مش عارف أعيش حياتي طبيعي، أنا على طول بتعب وبقعد في البيت. ده يبقى الألم هو البرزنتيشن بتاع المريض، ده هو اللي جابه للدكتور عشان يكشف، وده احد الانديكيشنز او الدواعي الطبيه لعمل عمليه الدوالي. الدواعي الطبيه لعمل عمليه الدوالي يا اما تاخر انجاب، يا اما الم شديد معوق للمريض ده انه يعيش حياته بشكل طبيعي. وفي انديكيشن كمان ان بعض الناس تبقى عايزه تخش كليات الحربيه وكليات الشرطه، والدوالي ده ممكن يطلعه من الامل بتاعه والوظيفه اللي هو عايز يلتحق بيها، فممكن جدا برضو نعملها له عشان يعرف يلتحق بالكليات العسكريه. طيب التشخيص هنا بيكون ازاي يا دكتور؟ يعني هو بيقول لكم عندي تاخر في الانجاب، هل بيبقى مثلا في فحص جسدي، في اشعه، بتعرفوا ازاي انها دوالي؟ بالظبط. هو دايما التشخيص في الطب عامه وفي امراض الذكوره خاصه بيبقى ليه جناحين كبار. الجناح الاول اللي هو الكشف الطبي، والجناح الثاني الفحوصات الاشعات والتحاليل. المريض بيجي باخد منه تاريخ مرضي، متجوز بقاله قد ايه، تاخر الانجاب بقاله قد ايه، هل في سبب سواء ادويه بياخدها، سواء تاريخ مرضي قديم عمليات عملها قبل كده، التهابات حصلت له قبل كده. بناخد تاريخ مرضي مفصل نشوف فيه سبب لتاخر الانجاب عنده ولا لا. دي رقم واحد، هل الدوالي دي عامله له وجع ولا لا، ده رقم واحد. رقم اتنين بنكشف على هذا المريض. الكشف الطبي مهم جدا جدا جدا، وهو اهم يعني حجر زاويه في تشخيص الدوالي، وبيعوز خبره. يعني مش كل حد بيعرف يطلع الدوالي دي، في ناس كتيره بتروح لحد غير مختص ويكشف عليه وما يقولوش ان عنده دوالي او ما يكتشفش ان عنده دوالي. فخبره الدكتور المختص بتفرق جدا في تشخيص الدوالي من خلال الكشف الطبي. بعد هذا الكلام بنعمل فحوصات اشعات وتحاليل. في اشعه اسمها اشعه الدوبلر او السونار على كيس الخصيه، دي بتشخص الدوالي، بنعرف درجتها، بنشوف الدم بيرتجع في الدوالي ولا لا، مأثر على حجم الخصيه ولا لا، يعني بتدينا تفاصيل كتيره عن الدوالي وهل هي فعلا مأثر على المريض ولا لا. التحاليل بقى في حاجتين كبار، تحليل السائل المنوي، وده مهم قوي، بعرف من خلاله الدوالي ادت الى تدهور في السائل المنوي بتاع المريض ولا لا. والسائل المنوي لازم يتعمل في حته متخصصه عشان برضو في معامل مش مختصه بتطلع نتائج مش مظبوطه. وفي تحليل هرمونات، تحليل هرمونات برضو بيدينا فكره عن وظيفه الخصيه وعن هل الدوالي مأثره على افراز الخصيه لهرمون الذكوره ولا لا. يعني تلخيصا للساده المشاهدين، الكشف الطبي والفحوصات سواء اشعه الدوبلر او تحاليل سائل المنوي وتحليل هرمونات بيدينا في نهايه المطاف
فكرة دقيقة جدا جدا عن سبب تأخر الإنجاب عند الراجل ده، وهل الدوالي مأثرة عليه ولا لا، وهل الدوالي دي محتاجة تتعمل ولا لا. حضرتك بتقول مش كل الأماكن بتعرف إن ده دوالي، الصعوبة فين الصعوبة؟ هي مسألة خبرة. يمكن السؤال ده يعني جالي كتير جدا جدا. يا دكتور أنا رحت لناس كتير وبقالي 10 سنين بسعى في علاج تأخر الإنجاب، ومفيش ولا واحد قال لي إن أنا عندي دوالي، ومفيش ولا واحد قال لي إنها محتاجة تتعمل. وبيبدأ المريض يبقى سائر جدا وزعلان. فأنا دايما بقول لهم يا جماعة يعني إحنا نفترض حسن النوايا. هو قصة الدكتور اللي حضرتك رحت له راجل محترم وعلى عيننا وعلى رأسنا، ولكن هو فرق خبرات. يعني أنا جالي مريض، بحكي القصة دي كتير قوي، جالي مريض قاعد يتابع 10 سنين مع دكتور نسا. هو أصلا بيتابع زوجته وعمال يديله فيتامينات 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 10 سنين على أمل إنه يتحسن ويحصل حمل. لما جالنا المريض ده عملنا له طلع عنده دوالي كبيرة جدا، دكتور نسا عمره ما كشف عليه، عملنا له عملية الدوالي، مراته حملت بعد 3 شهور. يبقى أنا بقالي 10 سنين ماشي في الاتجاه الخاطئ. تمام. فهي قصة خبرة. لازم أروح للمختص عشان يعني أعرف أتشخص بشكل مظبوط. العلاج بقى يا دكتور، إيه أفضل طرق العلاج، أو خلينا نقول بتبدأوا إزاي واحدة واحدة كده؟ برضو في قاعدة ذهبية كده، علاج الدوالي هو علاج جراحي قولا واحدا من الأول على طول، ملهاش علاج تاني. ملهاش زي علاج أنا لو عندي مثلا عندي كيس دهني، هل ممكن اخد فيتامينات ولا اخد علاج اقراص او حاجه زي كده يخلي الكيس الدهني ده يختفي؟ مستحيل، لازم اشيل الكيس الدهني ده. ففي بعض الحالات المرضيه علاجها جراحي، والدوالي ميزتها ان هي جراحه بسيطه اذا تمت على يد مختص. يعني فانا ليه التف على الاسباب؟ لكن ده يجرنا برضو يعني القصه برضو شهيره قوي برضو حصلت معانا مؤخرا. حوالي 6 شهور جالي مريض عنده تاخر انجاب بقاله 8 سنين وزوجته عندها 36 سنة وبدأ سنها يتقدم. وعمل حقن مجهري 4 مرات وفشل. تمام. فجالي قال لي يا دكتور أنا مفيش حمل طبيعي، حقن مجهري بيفشل، نحاول يعني إيه يعني نشوف إيه المشكلة ونعالجها. فقلت له الله مستعان أكشف على حضرتك. كشفت عليه لقيت عنده دوالي ضخمة جدا للغاية. فقلت له أنت محتفظ بدي ليه؟ أنا بقالها كتير قوي. يعني قال لي والله أنا ما حدش قال لي، ويمكن في دكتور واحد قال لي وقال لي مش هقدر أعملها لك عشان كان مغير صمام في القلب وفي صعوبة أن ياخد تخدير وحاجات زي كده. قلت له سبب مشكلتك المباشر هو الدوالي، وإحنا نقدرش نلتف على الأسباب، وإنت عملت حقن مجهري 4 مرات وفشل، هنحضر حضرتك ونعمل عملية الدوالي. بعته لدكتور التخدير، حضره بالراحة، غير له أدوية السيولة بتاعته، قعدنا حوالي 2 أو 3 أسابيع نحضره، عملنا له عملية الدوالي. واحنا بعد العملية بنقول للمريض يعمل تحليل سائل منوي ويجي بعد 3 شهور متابعة. المريض ده ما جاش متابعة. زوجته كلمتني بعد 2 شهر تقولي انها حملت طبيعي بعد تأخر انجاب 8 سنين وبعد 4 محاولات حقن مجهري غير موفقة، حملت طبيعي بعد عملية الدوالي بعدها ب2 شهر. القصة دي بتقول لنا قد ايه علاج السبب مهم. طبعا انا لو التفيت حوالين السبب، يعني حطيت راسي في الرمل كده زي النعام، مستحيل يحصل تحسن. ولو عملت حقن مجهري 10 مرات مش هيحصل تحسن. فعلاج السبب مهم. الدوالي علاجها جراحي. في جراحات كتيرة ممكن نعمل بيها الدوالي، في الجراحة العادية، في الأشعة التداخلية، في منظار البطن، في الجراحة الميكروسكوبية. كل دول ممكن نعالج بيهم الدوالي. ولكن الدراسات المتراكمة أثبتت أن أفضل نتيجة بتيجي من الجراحة الميكروسكوبية باستخدام الميكروسكوب الجراحي والدوبلر الجراحي. منظار البطن، الأشعة التداخلية، الجراحة العادية ما بتديش أفضل نتيجة، وممكن يحصل ارتجاع بعد عملية الدوالي. ارتجاع يعني إيه؟ يعني أعمل العملية بعد 6 شهور ولا سنة ترجع مرة تانية، الدوالي ترد عليا مرة تانية وأبقى محتاج أعملها المرة التانية. فأنا دايما بقول إن الفيرست تشانس إز ذا بيست تشانس، الفرصة الأولى هي أفضل فرصة. أنا بدل ما أعمل الدوالي مرة واثنين وثلاثة، لا، أنا أعملها صح من أول مرة أقدر أستفيد وأوفر على نفسي وقت وفلوس ومجهود وحاجات تانية كتير. طب عظيم. حضرتك وانت بتتكلم مع المريض اللي طلع كان عامل صمام في القلب وان هيبقى في مشكله ليه ان هو يعمل عمليه، بالتالي اسال حضرتك ايه هي الاحتياطات ربما اللي انتوا ممكن تكونوا تحبوا تسالوا المريض الاول قبل ما يعمل العمليه عنها؟ طبعا احنا بناخد تاريخ مرضي مفصل، ولو في اي مشكله صحيه المريض بيعاني منها بنقدر بفضل الله ان احنا نعالجها، او يعني نريفير البيشنت ده للتخدير، دكاتره التخدير بيقعدوا معاه يشوفوا ايه المشكله بتاعته، ازاي نحضره. يعني احنا دلوقتي بالزبط. الطب تقدم جدا. انا استغربت جدا هو ليه قعد 8 سنين
مش عارف يتحضر ويعمل العملية، هو الدكتور قلقان منه، في ابعد عن الشر وغنيله زي ما بيقولوا، في ريسك. لا، دي انا كده ما خدمتش المريض. فاحنا دلوقتي في الايرا الحديثة كل حاجة يمكن تحضيرها ويمكن علاجها، مهما كان المريض عنده ظروف صحية تمنع ان هو او يعني تصعب ان هو ياخد بنج، ممكن لو دكتور التخدير دكتور متمكن انه يحضره بشكل كويس، وان احنا نعمل الجراحة بشكل امن ما يأثرش على حياة المريض، ونقدر يعني نعدي بيه بر الأمان زي ما بيقولوا. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور شكرا جزيلا. دكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، وزميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بإنجلترا، ومدرس بكلية الطب جامعة طنطا، بنشكره شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم مشاهدينا أيضا على متابعتكم لنا، ودايما خليكم في العيادة على قناة الحياة. أهلا بحضراتكم مشاهدينا، فقرة جديدة من العيادة هنتكلم فيها عن الصحة والرشاقة، والصحة طبعا أهم من الرشاقة، عشان كده النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن مشاكل كتير قابلتوها وبعتوها لنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله نحاول يكون في رد كبير من الدكتورة طبعا سالي المورانا، دكتور سالي فيكتور، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، هتكلمنا عن كل المشاكل العلاجية وإزاي كمان نقدر نخس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، منورانا، ربنا يخليك. ناس بعتت لنا في الحقيقه، اهتمينا ان احنا نبقى حلقه مخصصه ليهم، بعتت لنا عن مشاكل صحيه بتقابلهم واللي ادت الى زياده وزنهم. هنتكلم بقى دكتور النهارده معاكي، تقول لنا ازاي على قدر الامكان يبقى في حلول، وطبعا ما نقدرش ان احنا يعني نشيل بدائل او نحط بدائل يعني مكان الادويه دي، على قدر الامكان طبعا نقول ايه البدائل الخاصه بالتخسيس. معانا سؤال لنهى. نهى بتقول لنا ان هي مريضه بالذئبه وبتاخد نسبه عاليه من الكورتيزون، وده غصب عنها مش قادره خالص انها توجد بدائل تانية، فتره بالتاكيد صعبه عليها واللي خلى وزنها يزيد جدا. تعمل ايه؟ هو طبعا الكورتيزون مشكله، ومشكله كبيره كمان، وهي طبعا عشان مرض مناعي فهي ما تقدرش توقف الكورتيزون غير باستشاره الطبيب. مشكلة الكورتيزون، انا عايز اقولك ان احنا لو اتكلمنا عن الكورتيزون ده هنتكلم كتير قوي قوي قوي، يعني مش هنبطل كلام عنه، لان هو بيعمل حاجات كتير جدا في الجسم، والناس اللي كمان ممكن توصفه للناس اللي بتعاني من النحافة، وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا، لان الكورتيزون بيخلي الدهون تتركز بالذات في منطقة البطن ومنطقة الوش والرقبة. فمشكلة الكورتيزون بيعمل ايه في الجسم؟ ان هو بيخلي في مشكلة في التمثيل الغذائي او عملية الميتابوليزم، فبيعمل لي مشاكل في الهضم، وطبعا ده ممكن يخلي كل الاكل ما يمتصش او ما يتهضمش فيتخزن في الجسم. ده غير ان هو كمان اللي بيخلي الجسم يعني ينفش قوي او يبان ان هو فعلا في زيادة كبيرة في الوزن، وبتتلاحظ قوي على الميزان، ان هو بيعمل احتباس للمية تحت الجلد، فده اللي بيخلي الناس اللي بتاخد الكورتيزون تحس بشكل كبير انها اتنفخت، يعني حتى الناس بتقول انا باخد كورتيزون اتنفخت. غير طبعا الكورتيزون بيأثر بشكل كبير على المناعة، وهي طبعا بتعاني كمان من الذئبة، فطبعا المناعة في الجسم يعني بتكون متأثرة، فده بيخلي الجسم يميل ان هو ما يبقاش بيحرق الدهون في الجسم او ما يبقاش طاقته سليمة، فيميل ان هو يخزن الدهون اكتر، يعني مش يحرقها، يخزن الدهون اكتر، لان المناعة مش متزبطة. فطبعا احنا مع مرضى الكورتيزون احنا بنهتم ان احنا نظبط جدا الكميات، نبعد عن الموالح او الاكل اللي فيه ملح، ان احنا نكون مظبطين نسبة الملح والسكر في الاكل، وطبعا بنساعدهم بأنظمة غذائية كمان بتساعد على الهضم، او تساعد ان الجسم يكون بيهضم بشكل احسن علشان الاكل يتهضم او يدي الجسم الطاقة اللي محتاجها. فبنحاول نبعد بقدر الامكان عن الاكلات اللي هي بتكون تقيلة، او اللي هي بتاخد وقت طويل جدا في الهضم، او اللي هي ممكن تتخزن في الجسم بشكل اكتر، زي مثلا الاكل من بره، الجنك فود، الفاست فود، المقليات، مثلا الكربوهيدرات البسيطة مثلا، والسكريات والكلام ده كله. فاحنا طبعا مشكلة الكورتيزون ان هو بيخلي الشهية دايما مفتوحة بشكل كبير جدا، فاحنا بنحاول ان احنا نساعد الناس في انها تتحكم في الشهية، بان احنا ممكن تعمل نظام غذائي عادي مع الحالة دي. طبعا مفيش مشكلة، بس طبعا احنا علشان نحسسها ان الموضوع سهل، وعلشان تلاقي نتائج
سريعه بشكل كبير، حتى لو هي مثلا حاسه ان انا مش قادره اعمل بالنظام الغذائي لوحدي، لا انا محتاجه اعمل مساعد. وطبعا هي بتكون خايفه من ادويه تخسيس كتير، بالذات انها بتاخد كورتيزون طبعا والمناعه متاثره، طبعا فانا مش هقدر اخد اي حاجه تشتغل على الجسم. فاحنا بنساعدها بالياف طبيعيه جدا 100%. الالياف ديت اللي هي طبعا الياف الاناسيليوم، الالياف دي هتعمل معاها كذا حاجه وهتساعدها في كذا طريقه. اول حاجه انها طبعا هتتحكم في الشهيه بشكل كبير جدا، لان الالياف دي هي بتمتص الماء، او من انواع الالياف اللي هو ممتص للماء. فلما بيمتص الماء بيختزل الميه، يعني بياخد الميه دي يشربها فينفش في حجمه، فبيعمل عمل بالون المعده في الجسم، فده اللي بيخليها تحس انها شبعانه فتره طويله، فتبتدي بقى تتحكم في الشهيه او نتحكم في كميات الاكل او نقننه. ده كويس غير طبعا جدا. ان الالياف بتساعد بشكل كبير جدا في عمليه الهضم، او دي عمليه موجودة الألياف دي أو الأناسيليم في أون هو تارجت فارما. فان تارجت فارم الياف تمام الاناسيليوم. تمام طبعا الالياف دي كمان مهمتها، او اللي بيساعد بيه كورس الاناسيليوم، ان هو بيساعد على الهضم بشكل كبير جدا، لان الالياف دي لما بتدخل المعده بتعمل ابطاء لامتصاص السكر، او بتخلي السكر يمتص بالراحه او على مهله، فده بيخلي هرمون الانسولين يفرز بشكل منتظم او بشكل طبيعي، فبيساعد الجسم ان هو يهضم بشكل احسن او بشكل طبيعي. وطبعا الالياف بتساعد برضو الامعاء، لان هي بتعمل زي بتنظف الامعاء، او بتساعد في عمليه الهضم، انها بتساعد البكتيريا الصديقه للامعاء، فده بيخلي طبعا بيحسن مع عمليه الهضم مع النظام الغذائي، وان احنا اتحكمنا في الشهيه بشكل كبير جدا، وبعدنا عن الاكلات اللي هي ممكن تسبب زياده احتباس الميه في الجسم او تزود مشكله الكورتيزون. فهي بتحس ان هي الدنيا متظبطه، هي ممكن تاخد الكورتيزون عادي جدا، تمام وتاخد معاه كورس الامثيليوم ان هو مش هياثر على الكورتيزون او مش هيلعب على المناعه، وتحس ان هي مظبطه كميات لازم الاكل. طبعا موضوع المتابعة والتظبيط الكميات ده بيبقى طبعا دي عن بتكون طريق مهمتنا. متخصصين طبعا. احنا بنكون متابعين معاها طول فتره الكورس، بالذات الناس اللي عندها امراض مزمنه او امراض مناعيه ذاتيه، احنا بنكون مهتمين جدا ان احنا نحسب لهم نظام غذائي موزون ومناسب لحالتهم الصحية، علشان ما نأثرش على المناعة، لان هي طبعا هي المناعة دي هي الجيش الدفاعي بتاع الجسم. واحنا برضو لما بنديها كورس الاناسيليوم، احنا بنكون ضامنين ان احنا مش هنأثر على المناعة، لان كورس الاناسيليوم مدعم ب50% فيتامين سي، كويس ففيتامين سي جدا. هيساعد الجسم ان هو هيحسن من اداء المناعه، او على الاقل هيحافظ عليها ان هي ما تبقاش حاسه بالتعب او بارهاق، او ان هي تقيله او تقلانه طبعا بسبب الوزن او بسبب الكورتيزون. وفي نفس الوقت ده ممكن يحفز الجسم شويه ان هو يزود عمليه الحرق، ويزود كمان عمليه التمثيل الغذائي. كويس طبعا. والجزء اللي هتاخده من اغذيه يعني مهم جدا ان اتابعه معاك علشان خاطر معاكوا طبعا بالظبط علشان خاطر يبقى الحاجات كلها مفيده وصح. بالظبط كده. طيب تمام جدا. نروح لسؤال من صلاح. صلاح بيقول ان هو عمل عمليه خاصه بالمراره، ده من سنتين، من وقتها وزني عمال يزيد رغم ان اكلي عادي تقريبا بيعتبر نفس الاكل اللي كنت باكله قبل العمليه، ما كنتش بزيد بالشكل ده، اعمل ايه عشان ارجع اخس؟ وبرده نقول له ليه يا دكتور، يعني نفسر له ليه هو وزنه بيزيد مع ان نفس الاكل او نفس كميه الاكل. العصارة المرارية هي بتساعد بشكل كبير طبعا في عملية الهضم، وبتساعد بالذات في عملية هضم الدهون، أو في عملية هضم كمان الكربوهيدرات. فلما يكون هو عمل عملية المرارة، ده بيخلي الجسم مش قادر يهضم الدهون او الكربوهيدرات بالشكل المفروض يهضمه، فطبعا الكربوهيدرات سهل جدا انها تتخزن في الجسم، فحتى لو هو حاسس ان نفس الكميه اللي بياكلها، فبرضه الجسم بيبقى مايل ان هو يخزنها اكتر، او مش قادر يهضمها بالشكل المناسب. وطبعا في مشكله ممكن تكون عند بعض الرجال وهم مش حاسين بيها، ان دايما او اللي احنا سمعناه بشكل شبه يومي او متكرر بشكل كبير في شركه اون تارجت فارما، ان معظم الرجاله بتحب يروحوا من الشغل ياكلوا ويناموا على طول، ما فيش فاصل ما بين الاثنين، طبعا يوم طويل يوم طويل طبعا ارهاق طبعا، ما بياكلش وبالذات اكل كويس ايوه طول اليوم، فالوجبه الاساسيه الوجبه بتاعت الاساسيه بالليل. بتاعته بتكون بالليل او قبل ما بينام، هي وجبه تقريبا العشاء، فطبعا الجسم مع ارهاق طول اليوم ما بقاش قادر برضو يهضم بالشكل طبعا المناسب، وخمول بقى وخمول، وهو طبعا كمان بيبقى عايز بقى ياكل وينام على طول، او كمان الجسم بيحسسه ان انت خلاص اتعودت ان انت تاكل وتنام بشكل مباشر، فده برضو بيخلي الجسم في وقت النوم ما يهضمش الاكل دوت ان هو يخزنه. فطبعا حتى لو حاسس نفس الاكل، فده ممكن يساعده ان هو بيزيد في الوزن، او الجسم يكون مايل ان هو برضه يخزن الدهون ما يهضمهاش. فاحنا طبعا بنساعده ان احنا بندي نظام غذائي متوازن، ان احنا بنحاول نقلل الدهون او الكربوهيدرات، او نخليها موديفايد، يعني دهون صحيه وكربوهيدرات صحيه، صحيح بحيث ان هي
هتدي جسم الطاقه اللي هو محتاجها، وهتدي هتساعد الجسم على ان هو يفرز، يعني تدي الخلايا الطاقه بتاعتها اللي هي محتاجاها، وفي نفس الوقت هي برضو صحيه، مش هتاثر على جسمه، مش هتاثر على عمليات الهضم، او مش هتاثر على الجهاز الهضمي بشكل سلبي او على عمليه الهضم. وطبعا احنا بنحاول نساعد الناس، احنا لما بندي لحد كورس الاماسيليوم بنقول لهم مثلا هو مره واحده قبل مثلا وجبه الغداء، احنا بنحاول نتماشى مع اللايف ستايل بتاع كل بيشنت. يعني هو مثلا لو بيقول لنا انا بالنسبه لي الوجبه الرئيسيه او اللي انا فعلا باكل فيها كميه ضخمه من الاكل هي وجبه العشاء، او انا مثلا بحب اكل بالليل وانام، فاحنا مش مشكله خالص، احنا بنظبط معاه وجبه الفطار وجبه الغداء بشكل صحي، وبنساعده برده يكون كورس الانسوليم او كوبايه الانسوليم تكون قبل وجبه العشاء، او في ناس كمان بتخليها بديل وجبه العشاء، يعني مثلا ناخد كوبايه الانسوليم ومثلا ناكل بعديها تفاحه او مثلا كوبايه زبادي او حاجه بسيطه، هتقلل بقى احساس الجوع، هتحسسني انا شبعان طول الليل او فتره النوم، وكمان هصحى من النوم طبعا بعد عدد ساعات نوم ممكن توصل لمثلا 6 او 8 ساعات على حسب كل شخص. في ناس لو ما تعشتش بتقوم من النوم تعبانه جدا وجعانه جدا وعندها استعداد تاكل كميه ضخمه، أيوة. او تفتح في الاكل فبتروح تتجه للكربوهيدرات، فانا برضو لو صحيت من النوم واكلت كربوهيدرات بشكل كبير ده هيستفز هرمون الانسولين جدا، فيخليه يطلع بشكل كبير. يعني مش عشان الصبح فانا اكل براحتي أكل او براحتي. بالليل اقلل الكميه، ملوش علاقه يعني، هو ملوش يعني علاقه برضو بالاكل، الكميه المحدده الصبح او بالليل ده مهم اكيد طبعا. فاحنا لما بنساعدهم بكورس الانسيليوم قبل النوم او قبل مثلا الوجبه الرئيسيه هنظبط معاه نسبه الدهون والكربوهيدرات اللي بتكون في الوجبه، وبرضو هيحسسه بالشبع. وهو برضو لو بيعاني من المشكله، معظم الناس ما بتقولناش المشكله كام، لو مثلا حاجه صغيره، بس احنا بنحاول نتماشى مع اللايف ستايل بتاع كل واحد ونحسسهم ان احنا معاكم في يومكم، مش هنخليكم تقلبوا حياتكم او تلخبطوا اليوم او تخلوا النظام الغذائي دوت حاجه انتوا لازم تعملوها وتفكروا فيها طول اليوم، ان انت ركز بقى في الاكل وكل اكل معين واحرم نفسك مش عارفه من ايه والكلام ده كله. فاحنا لما بنتماشى مع اللايف ستايل بتاع كل بيشنت بيحس ان الموضوع سهل ان انا اكمل عليه، لان طبعا مشكله التغيير الكبير اللي بيحصل لشخص رايح يعمل دايت هو ده اللي بيخليه يبعد وبيرجع خطوات في الحقيقه عن موضوع الدايت، ويمكن يرجع من الاول كمان. مهم جدا كمان نقول ان انت لو عملت عملية غير الشخص اللي ما عملش عملية، لو عندك مشكلة زي اي مرض مزمن مش زي الشخص العادي او السليم اللي ما عندوش اي حاجة، فمهم جدا جدا متابعة الدكتور ومتابعة حد من التغذية العلاجية علشان تقدر تكمل بشكل صحيح وما يكونش فيه اي اثار سلبية. طيب ناخد بقى غادة. غادة معانا على التليفون. غادة ليها تجربة مع اونتارجت فارما هتقول لنا عليها. اهلا بك يا غادة. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. احكي لنا تجربتك ايه مع اونتارجت فارما، كنتي قد ايه وخسيتي قد ايه وفي وقت قد ايه كمان بالتحديد؟ انا بصراحه انا شفت المنتج على الفيس. على الفيسبوك. يعني بصراحه انا اول ما شفته على الفيسبوك كده تابعت ولقيت ناس كتير جدا بتشكو فيه، اتواصلت من على يعني خدت الرقم، وبصراحه ردت عليا دكتوره مارينا. بصراحة يعني دكتورة الله يبارك لها تابعت معايا، طلبت المنتج وجالي وخدته زي ما هي قالت لي بالظبط. بصراحة مش عايزة أقول لحضرتك، عمل معايا نتيجة جامدة قوي. قد إيه بقى؟ يعني نزلت قد إيه؟ 10 كيلو. حلو جدا. في مدة قد إيه؟ في شهر. هايل. وبتعملي معاه مجهود يا غدا؟ يعني عانيتي من أي مشاكل؟ والله العظيم ولا أي حاجة خالص. أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا باخده قبل الفطار الصبح. انا بفضل طول النهار انا مش عايزه اكل، وفي نفس الوقت مفيش هبوط، مفيش نفس قبل اكل. باكل يعني الدكتوره قايله لي على يعني مثلا انا باجي في طاقه الغداء ليا مثلا باخد مثلا ربع فرخه، باخد السمك مثلا سمكيه او اثنين. بصراحه في العشاء بالليل مثلا باخد تفاحيه برتقانيه. انا ممكن افضل ثاني يوم انا ماليش نفس. عندك نفس الاحساس بالشبع. منتج رهيب. انا على فكره كنت بعمل دايت قبل كده، بس اول منتج يجيب معايا نتيجه هايله. كويس جدا. دكتوره متابعه معايا. عايزه تخسي قد ايه تاني؟ يعني عايزه اوصل ل70 ان شاء الله. انت كام دلوقتي؟ انا دلوقتي 80. طب حلو. شعري كمان جدا. فرقت معايا في المقاسات، انا كنت عبايتي كل عبايتي كلها 10 كيلو طبعا كتير. ما كنتش بدات بقيت ما بقتش البسها. مش عايزه اقول لحضرتك نظر حضرتك لحاجه تانية، ان منطقه البطن عندي كانت اكتر حاجه مضايقاني. نزلت جدا. كويس جدا. الدهون هايل هايل وبانت على طول بجد.
هايل، ان شاء الله تكملي على خير، وبنشكرك جدا على مداخلتك. انا مكمله معاهم ان شاء الله، انا مكمله معاهم. شكرا ليكي جدا على مداخلتك. شكرا، بشكر معلش يعني معلش قبل ما اقفل بشكر دكتوره نيهال حافظ جدا 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 انها هدتنا بالمنتج ده. هايل، بشكرك جدا يا غادة على مداخلتك معانا، و وحلو قوي ان يعني الناس تبقى عندها تجارب مع منتج، خاصه ان اما برضو بتروجي المنتج غير لما حد عاش التجربه معاه. يعني بالزبط. مهم قوي ان احنا نقول ان في ناس عملت تجارب، والتجارب دي في مده زمنيه قليله جدا، 10 كيلو في شهر ده اعجاز، رقم حلو بصراحه جدا، خاصه هي وزنها مش كبير، يعني ما يبقى 90 كيلو تخس 10 كيلو هايل بصراحه. الاثار بقى الايجابيه دي بتعمل معاكم ايه؟ يعني اكيد في متابعات كتيره منكم، وان تارجت فارما محقق كتير من النجاحات في الفتره اللي فاتت، بتعمل معاكم ايه وبتفكروا بقى تخططوا لايه الفتره اللي جايه؟ هو طبعا انا بشكر دكتور منى ان هي اللي كانت متابعه معاها، وطبعا دكتوره نال حافظ هي يعني زي الدكتوره بتاعتنا كلنا، وكلنا بنتعلم منها وكلنا فعلا بناخد منها خبرات. ولما بنشوف حد جرب المنتج ومثلا بيعرض التجربه بتاعته، ممكن يكون ده عامل محفز او مؤثر على حد تاني. يعني في ناس بتحب ان انا قبل ما ابدا دايت اخد لحد نفسي يكون رول موديل، او ده انا نفسي الصوره اللي انا فعلا عايزه اوصل له، او شفت مثلا تجربه حد اثرت فيا بشكل كبير او غيرت في تفكيري بشكل كبير، فانا كمان عايز اخد نفس التجربه او اخد نفس التجربه. ففي ناس كتير ده بيكون ليهم عامل محفز كبير او عامل مؤثر كبير، ان انا مثلا شفت اختي خست بشكل كبير، شفت جارتي، شفت صاحبتي، مهم بس ان انا ما قلدهاش في نفس الدايت بتاعها. الله يكرمكم. علشان مهم قوي قوي الموضوع ده، ناس عندها مشاكل صحيه، ناس كتله جسمها مش زي التاني، فمهم قوي قوي يبقى في متخصص في التغذيه العلاجيه يتابع الموضوع ده. قد ايه مهم ان احنا نطور كل الفتره من نفسنا كمان يا دكتور؟ يعني انتوا عملتوا منتجات كتيره قوي الفتره اللي فاتت علشان تكمل المنتج، عشان تكمل احنا كل شويه بتخترعوا حاجه، او يعني بتحاولوا تجتهدوا انك تعملوا حاجه بتخدم المنتج ده. هو الحقيقة ان احنا فعلا لما دخلنا بيوت كتير او تواصلنا مع بيشنت كتير وسمعنا مشاكل مختلفة باشكال مختلفة بتجارب ناس مختلفة، كل جسم عن التاني وكل شخص عن التاني، فده خلانا فعلا كل حد حاسس ان الموضوع ده مستحيل، حاسس ان انا بص انا جربت دايت وجربت انظمه وجربت ادويه، واحنا بنسمع الكلام ده بشكل يومي فعلا اكتر من حاله كمان، وبيبقوا فاقدين الامل بشكل كبير جدا. فاحنا لما بنساعدهم مش بس بكورس الاناسيليوم، وكمان بكورسات مكثفه كتير هتساعد المشكله، ان احنا بنشوف المشكله في ايه بالظبط وبنعمل عليها سبوت وبنحلها، مش بس بديله منتج انا عشان عايزه بيه، او انا عشان اللي هو اتفضل بقى خد المنتج ومع نفسك تتصرف انت، لا احنا كمان بنقدم لهم متابعه طول مدة الكورس أو حتى فترة نزول الوزن، وكمان في فترة التثبيت. فدي برضو حاجة بتحسس البيشنت أو بتحسس المريض إن في اهتمام خاص، في معاشرة طبعا، وفي صحوبية، وحاسس إن أنا مش بتكلم بقى مع دكتور، بيحس إن هو الآن مش قادر يكمل مغريات بقى الأكل القطيعة. إحنا كمان بنقول ناس ما تحرموش نفسكم من المغريات، يعني إحنا برضو كلنا بنضعف قدام أكل معين، بننزل مثلا خروجة مع صحبنا، عاملين كمان السكر اللي بتاع الدايت، في حاجات دايت. احنا عندنا كمان كورسات مكثفة بتساعد كل الحالات، يعني غير كمان كورس الاناسيليوم في سكر دايت علشان الناس اللي بتحب السكر او مدمنة السكر، ده برضو ممكن نتكلم عليه في مرة. في كمان جرين كوفي، وفي ناس اصلا بتحب القهوة الخضراء عامة كمشروب يومي، بس ان احنا داخلين بقى عشتا وخلاص والجو مغيم دلوقتي وامطار، فالمشروبات السخنة دي بتكون حاجة مهمة جدا، فاحنا كمان بنقدم لهم جرين كوفي بفليفرز، كمان في بندق وفي موكا، في كمان مشروبات بتساعد على الهضم وبتساعد برضو على حرق الدهون في الجسم زي المورينجا، فاحنا بنساعدهم بكل الطرق اللي ممكن نساعد بيها. طيب قبل ما نختم يا دكتور، قول لنا التواصل بيكون معاكوا عن طريق ايه؟ احنا موجودين طبعا الارقام الموجودة على الشاشة من خلال المكالمات او من خلال الواتساب، موجودين على طرق التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، صفحة اون تارجت فارما على الفيسبوك، وبرضو موجودين من خلال صفحة دكتورة نهال حافظ خبيرة التغذية على الفيسبوك، وموجودين كمان على الانستجرام صفحة اون تارجت فارما على الانستجرام. كويس جدا، كل الشكر ليكي يا دكتور سالي، دورتينا. دكتورة سالي دكتور اخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما، شكرا جزيلا ليكي. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعة للعيادة، دايما معاكم ان شاء الله كل جديد.